السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي نحول من ملف سوليد وورك اللي هو زي اللي قدامنا دي كده، ملف رسمة قدامنا بارت مرسوم اهوت، لملف بي دي اف. تمام. طيب ليه بحولها يا باشمهندس؟ عشان مثلا عايز مثلا ملف بي دي اف عشان مثلا اطبعه، عايز احطه مثلا في بحث معين مطلوب مني، وهكذا. خلاص، ازاي بقى بنتعلم ازاي هحوله ازاي يا باشمهندس؟ بنخش مثلا من السهم اللي هو نبدا نطلع على اللي هو السهم اللي فوق ده هو كده اهو، ونخش على ايقونه الفايل وننزل تحت على حاجه اسمها اللي هو السيف از، واضغط على اللي هو السيف از. مثلا وليكن لو هسمي اللي هو الملف دوت سوليد ووركس مثلا اهي، سوليد ووركس 2 بي دي اف، دي اسم الملف. طيب ايه بقى امتداد اللي هو اللي بختاره بقى من الامتداد اللي هو هنا اللي هو السيفد لاين نوعه، الامتداد بتاعه هختار نوع ايه؟ هختار حاجه اسمها ادوبي بورتابل، اللي هي ادوبي بورتابل دوكيومنت فورمات، اللي هي الاختصار بتاعها اللي جنبها مكتوب حاجه اسمها بي دي اف. تمام، بضغط عليها كده يبقى ايه الدوكيومنت بتاعي دلوقتي هيتحول لبي دي اف. فدلوقتي بختار مثلا اللي هو المكان بتاعه مثلا وليكن اخليه على الديسك توب، واقول له سيف. خلاص هو كده دلوقتي هو حفظه معايا، وخلينا كده بقى نروح نشوف الملف. خلال الملف اهوت سوليد ووركس 2 بي دي اف، اول ما بفتح الملف كده اهو الملف قدامي اهوت، ملف كملف بي دي اف. تقدر بقى دلوقتي تقعد تروح تطبعه، عايز مثلا عشان تحطه في بحث ولا حاجه او اي حاجه من اللي هي الحاجات اللي هي اللازمه دي. وكده كان اللي هو ازاي تحول من ملف سوليد وورك لملف بي دي اف، ويا رب تكونوا استفدتم. ولو كنت شايف نفسك استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك والشير، لان دوت اكبر دعم لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.